نتكلم في الموضوع ده، لكن دلوقتي خلونا نروح دلوقتي نتابع أبرز وأهم الأخبار الرياضية مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. مسؤولو النادي الأهلي قرروا تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات امبارح، وخاض الزمالك ميراني على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. وبدأ أحمد حمدي لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات، وخاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمنيزيوم بعد يوم أو إصابته مع المنتخب الوطني في مباراة الكونغو. مسؤول اتحاد الريشة الطائرة أعلنوا مشاركة 11 دولة في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة المقرر إقامتها في صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري. زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح تأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم للسلاح السيف المقامة في جورجيا بعد الفوز على محمد عامر بنتيجة 15-12. منتخب قطر توج ببطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 في مباراة لجمعة المنتخبين على استاد لوسيال في المباراة النهائية على لقب بطولة كأس آسيا 2023. فريق انتراخت فرانكفورت الألماني المحترف في ضمن صفوف الدولي المصري عمر مرموش نجم المنتخب الوطني تعادل مع فريق بوخوم بنتيجة 1-1، وأحرز الدولي المصري عمر مرموش هدف فريقه في المباراة اللي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الألماني. وبيحتل انتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي بوخوم في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة. مانشستر سيتي حقق فوز مهم على ضيف إيفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة لجمعتهم على ملعب الاتحاد في افتتاح مباريات الجولة 24 بالدوري الإنجليزي، وبيحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، وتوقف رصيد إيفرتون عند نقطة 19 في المركز الثامن عشر. فريق ليفربول الإنجليزي اللي بيلعب ليه النجم المصري محمد صلاح فاز على بيرنلي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة. فريق توتنهام فاز على فريق برايتون بنتيجة
2-1 في مباراة لجمعتهم بستاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة 24 من البريمير ليج. وتقدم توتنهام إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، فيما تواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 35 نقطة. فريق ريال مدريد فاز على جيرونا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني. ووصل ريال مدريد صدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، وبيحتل جيرونا وصافة الليغا برصيد 56 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.